الاجتماع اليوم كان قمنا بها لأخذ استعدادات اللازمة لاستقبال السائحين في فترة عيد رمضان المبارك. وطبعا في الاجتماع حضر الجهات المعنية من الأسايش والشرطة والبلديات والسياحة، وذلك لتقديم التسهيلات اللازمة وإجراءات وأخذ ملاحظات رابطة الفنادق والسياحة في العراق لبعض الملاحظات الذي أعطونا وأخذنا بنظر الاعتبار. وكل هذا الاجتماع كان لتقديم كل التسهيلات وتوفير المناخ الملائم للسائحين. طاهر عبد الله نائب محافظ أربيل كان عنده بعض الملاحظات على هاي الملاحظات. احنا راح كقوات الأمنية كجهات الأمنية راح نساعد على دخول أكثر الناس السياحيين إلى داخل محافظة أربيل، باعتبار أربيل كمحافظة عراقية كأي محافظات أخرى، ولا توجد هناك أي استثناءات بالنسبة للسياحين، سواء كان أي محافظة يقدر ولها حرية بدخول إلى داخل المحافظة. وكأي مواطن عراقي علينا كإحنا كقوات أمنية أن نحميهم ونساعدهم لقيام بعمل سياحي داخل المحافظة وسواء كان خارجية. إحنا وزعنا قواتنا الأمنية في كل المرافق السياحية موجودة في داخل المحافظة أو في خارجها، وإن شاء الله تكون أياما سعيدة وعيد المبارك للعراقيين ويتمتعون بمحافظتنا ومناطقنا السياحية إن شاء الله. لواء عبد الخاطر عثمان، مدير شرطة محافظة أربيل. بالنسبة للمطاعم هناك تعليمات صارمة صدرت عن لجنة القائمية بالنسبة للمطاعم. أي مطعم يفتح المطعم في شهر رمضان ملزم عليه أن يكون مطعمه مفتوحا طيلة أيام عيد الفطر المبارك، وصاحب المطعم يجب أن يكتب تعهد حول ذلك في ديوان القائم قامية بأن يكون مطعمه مفتوحا طيلة، لأن عدد السواح من المنتظر أن يكون عدد كبير، وفي السنوات الماضية كان هناك إشكال حول عدد المطاعم المفتوحة في المدينة طيلة أيام العيد. وبالنسبة للفنادق والسياح هناك لجان مختصة سوف تشكل حول هذا الموضوع من بدءا من السيطرات وإلى داخل المدن والأغذية والنواحي التابعة للمحافظة لاستقبال السياح على أتم وجه. وأيضا بالنسبة للجانب الصحي أيضا هناك استعدادات صحية اللازمة لهذا الموضوع من خلال توفير المراكز الصحية المتنقلة في المناطق السياحية وتوفير سيارات الإسعاف، وهناك خطة أمنية محكمة طيلة أيام عيد الفطر. نبز عبد الحميد، قائم قام أربيل. هذا الملتقى الثاني ينعقد اليوم بعد الملتقى الأول اللي ينعقد في معرض أربيل الدولي للسياحة، ونفس الأشخاص اللي كانوا موجودين اليوم حضروا وهم المسؤولين عن الأسايش والشرطة الأمن يعني والبلديات والخدمات والسياحة، وعلى رأسهم السيد محافظ أربيل واهتمامه الكبير بهذا المجال. طرحنا كل السلبيات اللي حصلت في عام 2016، وأبرزها كان هو موضوع الاعتداء اللي صار، التحرش اللي صار من بعض الشباب الطائش في مول فاميلي مول. هذا الموضوع حقيقة عوقبوا عليه اللي قاموا به وودعوا بالسجن، وصارت عليهم كفالات وصارت عليهم إجراءات. السنة بعون الله هذا ما راح يصير، والعيد هذا راح يكون عيد كلش راقي وحلو ومفرح لكل العوائل الوافدة إلى كردستان. كل اللي ملاحظات اللي عندنا في عام 2016 ذللت في عام 2017، والشاهد هو حضور المسؤولين كبار المسؤولين عن الأمن والسياحة والمحافظة. عبد الرضا داود، منسق السياحة والآثار بين المركز والإقليم.